السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم أم يارا. اليوم غدا نحضروا سلطة، كنتمنى تجربوها وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يصلكم ديما الجديد. على بركة الله عندنا المعجنات، سلقناهم. بعد ما سلقناهم كبيت عليهم الماء بارد حتى تسقطروا لينا مزيان. وعندنا خيزو، وعندنا الطون، عندنا المايونيز، عندنا الذرة، عندنا شويه ديال البزار والملح، وعندنا الفرماج مقطع مربعات، وعندنا شامبينيو. ندوزو نحضروا السلطه ديالنا. غادا نديرو خيسو، نديرو شامبينيو، نديرو فرماج، ناخذو ترا، وغادي ناخذو بزار والملح. غادي نخلطو الكل. نخلطو مزيان. عاد نزيدو عليهم الطون، هاد السلطة هادي سريعة التحضير. دابا غادا نزيدو عليهم الطون، وغادا نخلط الكل. دابا غادي نزيدو مايونيز غير شويه، وغادا نخلط الكل. بعد ما حطيت السلطه في الطبق ديالنا، دابا غادي نوريكم تزيين. كناخدو اشكال من شكل ديال الحلوى ديال الصابلي. خدت هذا ديال النجمه، غادا نوضعو هكا، نجيبو خيزو محكوك غير شويه، نقطعهم وغادا نحطوهم وسط. غادا نزيدو شويه، نقطعهم ضغطوا عليهم مزيان. زيدوا شويه ثم ضغطوا. زيدوا خيزو محكوك ونضغطوا عليهم. غدا نحطو فوق من فوق منو مايونيز غير بشويه، متقووش بزاف، ونديرو عليهم بحال هكا. نزيدو شويه، نعملوهم ونبقاو الثومة نمسحو. إلا جاكم عامر بزاف ديرولي بحال هكا، ها الثومة بحال هكا باش يجي نقاد لينا. نبقاو مستمرين.
تجيو هنايا بحال هكا باش فاش نحيدو هاد الشكل دغيا يتحيد لينا حيت كيلصق مع المايونيز. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا، كنتمنى تجربوها وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما الجديد.